كلام مش مظبوط وكلام غير منطقي عسكريا مش مظبوط خالص خالص. ولكن اذا حدودنا احنا هنا مفيش حد بيقرب لنا. ما حدودنا مؤمنة ولو دخل المنطقة الفلاديفيا دي ولا زفت دي ليست حدودنا. طيب. دي ما زالت هو داخل اراضي فلسطين. طيب. واراضي غزة. عظيم. قرر طيب قرر نتنياهو زي ما بيقول انه هيحتل هذا المحور فلاديلفيا يتم احتلاله. ايه اللي يتطلب؟ هل ممكن يحتله دون التنسيق مع مصر دون لا ده او هذا او هل ده معلش يا ناس او هل ده يتطلب توقيع بروتوكول عسكري توقيع اتفاق؟ يعني ايه لو قرر هذا الامر ايه اللي ممكن يحصل؟ اولا احنا في اللجنه العسكريه المشتركه اللي بيننا وبين اسرائيل دي موجوده من ايام كامب ديفيد. نعم. لاي خروقات او اخطاء يعني ناس اسرائيليين داخلين بتاع يعملوا زياره او سياحه دخلوا خط الحدود غلط ودخلوا عندنا. نعم. نعمل فيهم ايه؟ بنقبض عليهم. نتصل باللجنه بتاع دوت وننسق ونرجعهم تاني اذا كان اغراضهم عاديه. نفس الكلام من عندنا. اذا نعم. هناك لجنه مشتركه. نعم. من ايام كامب ديفيد. نعم. بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي لتنظيم اي حاجه. نعم. هقول لك حاجه. فضل. ايام ما بدانا الارهاب نعم مواجهة والقضاء على الارهاب ما كانش مسموح لنا ان احنا ندخل قوات لحد العريش ودبابات وطيارات. نعم. فكنا بننسق مع الجانب الاسرائيلي نعم. ان احنا نهفز هذا الكلام. نعم. لحد ما نجح الرئيس السيسي السنه اللي فاتت 21 بالظبط ان نعم. احنا ننقل قواتنا الى الخط الامامي واصبحت قواتنا موجودة هنا بقت موجوده هنا هو. وده بفضل مين؟ الرئيس السيسي. نعم. وانت عارف يعني دي كانت احد الحاجات اللي انا كنت زعلان منها ايام كامب ديفيد. نعم. ان ما كناش لنا قوات على الحدود. نعم. لكن الحمد لله جاء الرئيس السيسي من سنتين وعمل اتفاق مع نتنياهو. ايوه. وخلاص وصلنا للخط. عدل خط واصبحت قواتنا النهارده تصل الى خط الحدود. وعشان كده احنا عندنا لهم درع في رفح النهارده. نعم. الكلام ده كانش موجود قبل كده. نعم. تمام. وده كان قلقهم دلوقتي. عندنا ايه في رفح؟ لواء مدرع. عندنا قوات مدرعه مش هنقول لواء ولا ايه اي حد. عندنا قوات مدرعه في رفح. خلاص. فالنهارده هم بيندموا انهم وافقوا للرئيس السيسي في يوم من الايام على هذا الكلام. فعايز انا عايز اقول ايه خلاصه الكلام يا احمد؟ ان ارضنا لم تخترق ولن ولن تخترق وهي قدامك الخط قدامك اهو موجود. هو عايز يدخل لازم ينسق معاك وعنده في اللجنة المشتركة اللي بيننا وبين بعض ونتكلم ونتفاهم. انما هدفه زي ما بيقول اصل انا عايز اشوف الانفاق عشان السنوار لو جاي يهرب امسكه. هذا الكلام طبعا كلام غير منطقي. انما هو هدفه عايز يوصل يبقى فيه تماس مع القوات المسلحة المصرية. طيب ماذا لو حدث؟ اذا لو حدث اصلا دي مخالفة يعني كان بديفيد. انت ما دخلش ارضك. ان هو يا فندم معلش انا اسف. اسرائيل ما هو كانت موجوده قطاع 2005 وانسحبوا 2005 بالزبط. وفك الارتباط اللي عملوه في 2005 وحضرتك عارف كويس قوي الحكايه ديت كويس قوي وسلموا بما فيها المعبر السلطه الفلسطينيه للسلطه مع الاتحاد الاوروبي مع مصر بالظبط. ثم جاءت حماس 2007 خدت كل ده طيب. خلاص طيب. بس ما هم كانوا قبل كده موجودين يا احمد زي ما انت بتقول. يعني الموضوع ده ما يعني مش مشكله بقى مش هنعمل حرب عشان قصه. لكن لو عدى خد شبر واحد يبقى فيه كلام تاني خالص. لكن حتى الان احنا بنوضح للناس ان ما انا ممر صلاح الدين ده ارض فلسطينيه تبع غزه وليست لمصر اي شبر فيها. طيب واضح طبعا. احنا هنا معلش ناس. انا عايز ابص ايوه بقى هنرجع تاني بس الخريطه دي هي الموضوع. تمام. الخريطه دي هي الحكايه وهي محور كلام الدنيا كلها. ايوه. لو انا النهارده انا بتكلم هنا على حدودي كامله. ايوه. هذه هي الحدود المصريه. تمام. عشان الناس تبقى عارفه ان الجزء ده اللون الازرق ده هو محور صلاح الدين او فلاديلفيا. فلاديلفيا. اللي بيتكلموا عليه. تمام. المنطقه دي هي منطقه عازله، انا باخد من كلام حضرتك. عازله هي منطقه في الاول نقول داخل عازلة. اراضي فلسطينيه لا بقول منطقه فلسطينيه. ايوه. ارض فلسطينيه. ايوه. اتعملت بافر زون عازله. نعم. تبقى بيننا وبين الارض الفلسطينيه بس. انما هي ليست ارض مصريه. ايوه. حدودنا هي واضحه محدش قرب لها ولا حد هيقرب لها ولا هيقدر يقرب لها. طيب نتنياهو تاني السؤال ده
بعيد وبزيد مع حضرتك، انا اسف معلش. مع ايوه. اذا جيش الاحتلال قرر الدخول، هل ده معناه انتهاك لاتفاق كامب ديفيد؟ بالظبط ايوه. لا نعم ام لا؟ ايوه نعم طبعا. نعم نعم انتهاك لاتفاق لخط لكامب ديفيد. ويا ما هو انتهاك واحنا انتهاكنا، انا مش ببسط الموضوع. انما انا عايز اقول يا احمد بس مهمه عشان الكلام اللي كتر الاسبوع اللي فات. الهجوم على الارض المصريه لا ما حدش قرب لنا. الخط الاصفر اهو دلوقتي دي مصر. ولا حد دخل ولا هيقدر يدخل. كل الذي يتم الان في اراضي غزه هو عايز يدخل البفر زون. وعشان كده امبارح بعت يقول والله لو لقوا قوات مصريه مشوها فده كلام يتم داخل لجنه التنسيق الامني المشتركه اللي بين مصر واسرائيل. ودي اكاذيب اللي كانوا بيتكلموا عليها. الترويج للاشاعات واكاذيب. هي اسرائيل عايزه كده وخدنا وناخد من مصر. لا اعرفوا يا مصريين ارضكم اهي الصفرة، محدش هيقرب لها ولا حد يقدر يخشها. كل الممر اللي بنتكلم عليه هي ارض في ارض غزه، هي بفر زون، منطقه عزله طبقا لكامب ديفيد. نعم. مخالفه نقدر نتكلم فيها مع الناس. واحنا عملنا هنا تامين على اعلى مستوى، واكيد سيادتك عارف احنا هنا في المنطقه دي تحديدا عملنا ايه في ال 14 كيلو دول. اطمن يا احمد. احنا على خط الحدود كلها مؤمنه تماما. والقوات المسلحه خدت اوامر من السيد الرئيس قائد الاعلى للقوات المسلحه يوم ما اعلن ان سينا خط احمر. اشتغلت القوات المسلحه على هذه المهمه واتخذت العديد من القرارات والخطط والاحتياطيات. ما نقدرش نتكلم اكتر من كده. نعم. لان احنا بنقول، لكن نقول لمصر اطمنوا جيش كواعي وصاحي وقادر ولن يمس احد منه هذه الارض ابدا. طيب دي المنطقه اللي كانت كلها انفاق مش كده؟ ايوه طبعا. دي كلها وبين غزه دي كانت فيها 2000 لغم يا احمد. ايوه 2000 نفق. 2000 نفق. نعم 2000 نفق. نعم. كان فيها انفاق بتعدي عربيات. نعم. لواري. نعم. كانوا بياخدوا انابيب البوتاجاز من مصر. كانوا بياخدوا كل والعيش وكل حاجه. نعم. ده كان في وزاره في حماس اسمها وزاره الانفاق. ايوه واقفه بتاخد ضرائب على الحاجات اللي بتطلع من مصر. نعم. احنا كنا فين وبقينا فين؟ نعم. الفتره دي كانت اصعب الفترات اللي بتمر بيها مصر. صحيح. بس احنا مش عاوزين نطلع المشاكل القديمه. نعم. الارهاب اللي كان بيتعور عندنا كان بيطلع يتعالج هناك من خلال الانفاق. نعم. الاسلحه والذخيره اللي كانت بتخش. نعم. البتاع الصواريخ المضاده لكن احنا الحمد لله حاليا هذه المنطقه مؤمنه تأمين على اعلى مستوى. تماما. ولا 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 خرب ابره موجود في المنطقه دي وانا مسؤول على الكلام اللي بقوله. ولا ناموسه. ما فيش حاجه موجوده. وعشان كده احنا قلنا لهم اطمنوا انت من غير ما تقولوا، انما حجك واهيه عشان يخش. يقول لك